مستشفيات في لبنان خارج الخدمة والقطاع الطبي في خطر، وحقيقة اتهام إمبابي بالاغتصاب في السويد، وتشكيكات في روبوتات ماسك. أهلا بكم. ضمن التصعيد الإسرائيلي اللي جالس يصير على لبنان، سمعنا كثير الأيام الماضية من العالم كله حتى من الأمم المتحدة عن مخاوف تكرار سيناريو قطاع غزة، خصوصا في موضوع المستشفيات والمرافق الصحية. طيب، إيش وضع القطاع الصحي في لبنان؟ الوضع من سيء لأسوأ، والأزمة جالسة بتتفاقم يوم بعد يوم مع إعلان وزارة الصحة عن خروج 13 مستشفى عن الخدمة بشكل كلي أو جزئي، هذا عدا عن إغلاق 100 مركز للرعاية الصحية الأولية ومستوصفات في مناطق مختلفة من جنوب لبنان. والحد الآن أكثر من 150 مسعف راحوا ضحية الهجمات الإسرائيلية، وأكثر من 130 سيارة إسعاف تضررت، وهذه الأمور تضاف طبعا إلى المشاكل اللي بالأساس القطاع الصحي في لبنان بيعاني منها قبل الحرب، مثل نقص المعدات، نقص الكوادر الطبية، وأزمة دواء. واليوم زاد كمان الطين بلة، وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن تسجيل أول حالة كوليرا في البلاد. وضمن محاولات وزارة الصحة للتعامل مع الوضع، أعلن وزير الصحة اللبناني وبالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، أعلن عن افتتاح جناح جديد في مستشفى رفيق الحريري الجامعي لاستقبال جرحى الحرب. بهذا الموضوع هنالك مشروع عم بيتم بالتعاون ما بين وزارة الصحة العامة واللجنة الدولية للصليب الأحمر بمستشفى رفيق الحرير الجامعي اللي عم نفتتحه اليوم، واللي هو عبارة عن جناح بيقدر يعني يستجيب لأكثر من أو يستقبل أكثر من 20 جريح من جرحى الحرب، واللي قامت اللجنة الدولية للصليب الأحمر بإعداده بتهيئته. ومن بيروت ينضم إلينا رئيس دائرة المستشفيات في وزارة الصحة اللبنانية هشام فواز. أهلا فيك معنا هشام. يعني نحن حاولنا أنه يعني نقدم بعض المعلومات عن الوضع أو وضع المستشفيات في لبنان، بس أكيد أنت طبعا عندك الصورة الأشمل والأكمل، فإذا تعطينا يعني أو تعطينا وصف للوضع. طبعا مساء الخير لكم جميع المشاهدين. طبعا الوضع دقيق، الوضع حساس، خصوصا انه للاسف البارحه الفجر خرجت مستشفى المرتضى عن الخدمه نتيجه قصف مباشر. مثل ما ذكرت حضرتك، حوالي 13 مستشفى خرجت بشكل كلي او بشكل جزئي او بالحد الادنى عن الخدمه نتيجه الاعتداءات المتكرره على المستشفيات ونتيجه القصف المباشر بجانب المستشفيات. ناهيك عن الاصابات اللي حكيت عنها بالقطاع الصحي واللي صرنا حاكين فيها اكثر من مره، الوضع لا شك انه دقيق وصعب، لكنه لحد هذه اللحظة لازال تحت السيطرة. لكن المشكلة إن الأمور عم تتفاقم يوم بعد يوم، خصوصا هلأ بعد ظهور أول حالة كوليرا. وللصراحة نحن كوزارة صحة عامة قبل ما تتطور الأحداث أو قبل ما نزيد العدوان على لبنان، كنا سابقا قد أطلقنا حملة للتلقيح للكوليرا منذ حوالي 3 أشهر، وكانت تستهدف المناطق خصوصا في شمال لبنان، لأنه كان في خوف حقيقي من موضوع انتشار الكوليرا خصوصا بحركة نزوح إخواننا السوريين بين الحدود. لأنه المرة السابقة أثت الكوليرا عبر الحدود صراحة. وحاليا الحالة التي سجلت هي مواطنة لبنانية من عكار، وزارة الصحة حاليا تقوم بجهود لتقصي من أين أتت الحالة ولمتابعة ومحاولة حصر الوباء قبل الانتشار. بسبب الأوضاع اللي حاليا موجودة يعني وبسبب حالات النزوح، هل عندكم مخاوف أنه ينتشر أكثر؟ أكيد، نحن اليوم الازدحام، الانتشار الكثيف في المدارس، عدم توفر شروط النظافة، عدم توفر المياه النظيفة، بتعلي المخاطر وبتزيد نسبة المخاطر أنه الكوليرا ينتشر. الكوليرا هو السبب الرئيسي لانتشار الكوليرا هو المياه الغير نظيفة، عدم وجود وسائل النظافة، فبالتالي صراحة البيئة مهيئة للأسف في بعض الأماكن لانتشار الكوليرا أو تسارع انتشارها. وبهذا الإطار وزارة الصحة عم بتسارع لاتخاذ الخطوات الوقائية لعدم انتشار الكوليرا، خصوصا بظل الضغط الكبير على القطاع الصحي من كافة النواحي اللي كلكم صرتوا تعرفوه. طب هشام، يعني إيش اللي ناقصكم؟
يعني عارفة أنه كثير أشياء ناقصاكم، بس إيش الأشياء الأساسية اللي محتاجينها؟ نحن اليوم صراحة بشكل رئيسي المطلوب الأمن والأمان لكل اللبنانيين بالدرجة الأولى، وقف الحرب بالدرجة الأولى. بالدرجة الثانية وقف الاعتداءات على القطاع الصحي. نحن مستشفياتنا جيدة وطاقمنا الطبي جيد، لكن المشكلة اللي عم بتصير وعم بتآزم الفقمة هي القصف المتعمد للمستشفيات لفرق الأسعاف. هذا الشيء عم بيمنع فرق الأسعاف تتحرك، عم بيمنع الموظفين تروح على المستشفيات، عم بيؤدي لنزوح بعض الممرضين والأطباء من أماكن إلى أخرى. صحيح. هذا الضغط عم بيكون ضغط كتير كبير على القطاع الصحي. نعم. فحماية الأطقم الطبية والمستشفيات والمراكز الصحية والإسعاف هو بالدرجة الأولى. بالدرجة الثالثة طبعا المستلزمات. نحن بكل صراحة على مستوى المستشفيات وصلنا عدد كبير من المستلزمات من عديد من الدول، وعلى رأس المملكة العربية السعودية مشكورة، والإمارات وقطر وغيرها من الدول. لكن اليوم في حاجة حقيقية للأدوية المزمنة للنازحين. هناك أكثر من 1,200,000 نازح، يعني نحن عم نحكي على ربع الشعب اللبناني النازح. هؤلاء اللبنانيين كان جزء منهم يقدر يشتري دواء من الصيدلية، يقدر يشتري عبر الجهات الضامنة، لكن للأسف نتيجة الأوضاع المادية الصعبة الناس تركت أشغالها، تركت بيوتها، بالتالي صارت وزارة الصحة هي بتأمن أدوية لكل هيدا الناس. بالتالي نحن عم نحكي عن مئات ألاف علب الدواء بشكل شهري تتأمن. نحن وزعنا على كل مراكز الرعاية اللي عم تخدم جميع مراكز النزوح، لكن نحن بنعرف كل ما طال الحرب كل ما الحاجة بدها تزيد، كل ما الصعوبات بدها تزيد، وبالتالي هناك حاجة ماسة لموضوع الأدوية المزمنة. طيب هشام، طبعا يعني المستشفيات يعني بتاخذ فوق طاقتها، بس كمان من الاساس من قبل الحرب في طبعا ناس كثير بيتعالجوا في هذه المستشفيات، هذول الناس ايش اوضاعهم الان خصوصا بعد ما القصف اللي بتقول على انه المستشفيات وما الى ذلك؟ نحن اليوم مثل ما بنعرف صار في أزمة نزوح، هذا النزوح منا في مئات مرضى غسيل الكلى اللي تم نقلهم من مستشفيات إلى أخرى، في مئات مرضى الأمراض السرطانية اللي تم نقلهم من مستشفيات إلى أخرى، نحن كنا مجهزين خطة للنزوح، طبعاً كمان حول نزوح النازحين عملنا احتياجات صحية، نحن عملنا برامج معينة داخل المستشفيات الحكومية، عم نعزز حضور المستشفيات الحكومية، وطبعاً في جزء على المستشفيات الخاصة، خصصنا خطين سخنين اللي هن 12-14 وال17-87 على مدار الساعة لخدمة أهلنا النازحين. طبعا برجع بقول لك اليوم القطاع عم يتعرض لضغط كثير كبير، في عندك ضغط النازحين، ضغط الاعداد الكبير من الجرحى والشهداء، والضغط على القطاع نفسه بالاعتداءات على القطاع نفسه، فهناك ثلاث تحديات اساسيه، بالاضافه في لشح مثل ما بنعرف اليوم على مطار بيروت ما بقى عم يجي الى الطيران المحلي، يعني طيران الشرق الاوسط، لانه جميع شركات الطيران وقفت تجي على مطار بيروت. نعم. وطائرات الشحن نتيجه الموضوع البحار وغيرها، في تحديات بالموضوع اللوجستي. لكن برجع بعيد الموضوع تحت السيطرة، في صعوبات، كل ما طالت الحرب كل ما الصعوبات رح تكتر وكل ما التحديات رح تكبر للأسف. هل عندكم أي إحصاءات للجرحى أو يعني نوعيات الإصابات اللي موجودة عندكم ومدى خطورتها؟ نحن اليوم هلأ تخطينا 11,000 جريح، قبل قليل صدر بينا أنا عم بحكيك إذا يكون صدر، تخطينا 11,000 جريح، تخطينا 2,300 شهيد للأسف. طبعا إصابات في بين الأطفال للأسف دائما عم بيكون في شهداء بين الأطفال والنساء، دائما عم بيكون في استهداف للمدنيين. الإصابات عم بيكون أغلبها للأسف يا بالغ جدا يا طفيف، يعني حسب طبيعة القصف. لكن بكل صراحة اللي عم نشوفه هلأ تدمير كامل وممنهج، يعني البارحة كان في تدمير لحي سكني كامل ببلد قانا الجنوبية، اليوم كان في تدمير كامل لحي سكني بالنبطية ومن اتحاد البلديات. للأسف عم بيكون تدمير أحياء بشكل كامل وكلي، يعني للأسف. طيب نحن بنشكرك على هذه المعلومات، وطبعا يعطيك ألف عافية، ويعني يعطيكم كلكم ألف عافية يعني طبعا، وإن شاء الله يعني تنتهي هذه الحرب يعني في أسرع وقت ممكن. كان معنا من بيروت رئيس دائرة المستشفيات في وزارة الصحة اللبنانية هشام فواز. أهلا من جديد. من أسبوع واسم قائد المنتخب الفرنسي كيليان مبابي عامل جدل واسع بعد ما انتشرت أخبار أنه يوم 10 أكتوبر وفي الوقت اللي كان فريقه بيخوض مباراة ضد إسرائيل انتهت بأربع أهداف مقابل هدف، كان مبابي سهران في نايت كلاب في ستوكهولم بالسويد. طيب مبابي ليه ما كان مشارك في المباراة؟ بالدرجة الأولى هو بيعاني من ألم في العضلات، وهذا الشيء خلاه في فترة استراحة، لكن كمان في تقرير أنه ما بيحب يلعب مع منتخبه غير في المباريات المهمة، وطلب من المنتخب ما يستدعو إلا للشديد القوي يعني. وهذا الشيء عمل حالة جدل كبيرة بين الفرنسيين وعرضوا لانتقادات واسعة.
المهم أخبار طبعا سهرة إمبابي والمنتخب بيلعب مباراة كمان عرضته لانتقادات واسعة، ووقتها علق على الموضوع المدير الفني لمنتخب فرنسا وقال إنه هذه حياته الخاصة وإنه إذا كان سهران فهذا ما بيعني إنه ما بيتابع المباراة. لكن هذا الجدل زاد أكثر وأكثر، وزيارة إمبابي للسويد لحد الآن يعني أكثر وصف ضابط عليها هي أنها زيارة مشؤومة يعني. فإمبابي ما لقى نفسه غير لابس قضية اغتصاب واعتداء جنسي. القصة باختصار أنه هو وصل ستوكهولم الخميس الماضي يوم 10 أكتوبر في زيارة مع أصحابه وغادر ثاني يوم الجمعة، وبعدها انتشرت تقارير إعلامية أنه السبت تقدمت شكوى لأحد مراكز الشرطة عن حادثة اغتصاب وقعت الخميس 10 أكتوبر في أحد الفنادق، وأن المتهم لاعب كرة قدم شهير، والشكوى تقدمت بعدما طلبت الضحية الرعاية الطبية، بس الضحية ما ذكرت أي اسم في الشكوى. لكن بعد انتشار هذا الخبر وسائل إعلام سويدية صارت تقول أنه إمبابي هو المتورط فيها، خصوصا أنه في 10 أكتوبر كان هو موجود في الفندق بيتعشى مع أصحابه. هذه المعلومات أكدها أمس بيان صادر عن الادعاء العام السويدي، اللي قال في بيانه أنه ردا على التقارير الإعلامية حول اغتصاب مشتبه به يوم 10 أكتوبر في فندق وسط ستوكهولم، بيؤكد المدعي العام أنه تم تقديم تقرير جنائي إلى الشرطة وتم تعيين المدعية العامة اللي حتكون مسؤولة عن التحقيق في القضية. إمبابي وتعليقا على خبرها على هذا الخبر على إكس بيقول إنه متهم بالاغتصاب، علق وكتب إنه هذه فيك نيوز أو أخبار كاذبة. وكمان ممثلين أكدوا إنه مزاعم ارتكابه جريمة اغتصاب عارية تماما عن الصحة وشائعة تنطوي على افتراء. وكمان محامية إمبابي ماري أليسكانو برنارد قالت على إحدى القنوات الفرنسية إنه إمبابي مذهول من الهجوم الإعلامي عليه، وأكدت إنه الشكوى مو دليل ولا تثبت الحقيقة. Une plainte ne fait pas la vérité, une plainte ne fait pas la preuve de quoi que ce soit, et je ne sais même pas encore une fois si la plainte le vise. Il n'est jamais exposé à se retrouver dans une situation où il y aurait pour lui une prise de risque. Et donc, de ce fait, cela exclut totalement le fait qu'il y ait pu avoir des agissements répréhensibles. Il est particulièrement serein, mais en revanche, il est totalement éberlué de voir cette espèce d'emballement médiatique. Il ne comprend pas. وفي تصريحات ثانية قالت إنه إمبابي حيقدم شكوى بتهمة الافتراء عليه. أما فيما يخص ديديه ديشامب المدير الفني لمنتخب فرنسا فما صدر عنه أي تصريح جديد، بس من يومين عبر عن قلقه إزاء التقارير اللي تكلمت عن تورط إمبابي في قضية اغتصاب في السويد، وقال كمان إنه ما حيتكلم معه عن الأمر كونه كبير بما يكفي لمعرفة إدارة أموره. احنا معانا من باريس الصحفي الرياضي محمد مندور، اهلا فيك معانا محمد. يعني طبعا نجم كبير وخبر يعني صادم، كيف الاجواء في فرنسا على هذا الخبر؟ مساء الخير ساره، اهلا بيكي واهلا بكل مشاهدينا الكرام. الاجواء في فرنسا طبعا ما بين 90% من الشعب والناس كلها مش مصدقة الكلام اللي حاصل، خصوصا ان مفيش اتهام رسمي موجه لكيليان امبابي، مفيش كلام موجه بشكل مباشر على جريمة اغتصاب، ولكن الموضوع كله سواء بيان الشرطة السويدية او بعض التحقيقات بتقول ان هو يعني احد الموجودين احد المشاهير، لكن كيليان امبابي بينفي تماما ان هو المقصود بهذا الامر، وان هو مش معنى ان هو متواجد في العاصمه السويديه ستوكهولم، مش معنى ان هو متواجد في نفس الاوتيل ان يكون هو المتهم بهذا الجرم المشين يعني. فلحد دلوقتي محدش مصدق، ولكن هم الجميع في انتظار تحقيقات البوليس السويدي، هم بيثقوا في العداله السويديه لان هي دوله لها سوابق في هذا الامر جيده، مش من دول العالم اللي ممكن تتهم امبابي من اجل امور تانية، ولكن هم بيثقوا في العداله السويديه والجميع في انتظار تحقيقات الشرطه. طيب في كثير كلام جالس بيدور يعني من نوعيه اللي هي نظريات المؤامره ممكن يسموها، انه يعني في احد بيحاول يلفق له قضيه، في احد بيحاول يشوه سمعته، والكلام هذا كله، ايش رايك في هذه الادعاءات؟
يعني هو نفسه كيليان امبابي اتهم بشكل غير مباشر باريس سان جيرمان، هو يلفق هذه التهمه قبل يوم من القضيه المشهوره اللي هو يطالب فيها بالحصول على 55 مليون يورو نظير لعبه مع باريس سان جيرمان ومكافاته، وباريس سان جيرمان بيؤكد انه ليس له حق في هذه الاموال، فهو لمح لهذا الامر. لم يصدر بيان من باريس سان جيرمان بهذا الامر، بيان صريح لم يصدر، ولكن في اذاعه ار ام سي في فرنسا هناك احد المقربين من باريس سان جيرمان نفى ذلك جمله وموضوعا، واكد ان هذا الامر لم يحدث باي شكل، وان باريس سان جيرمان بعيد وانه مستاء من اتهامات امبابي بعد كل هذه السنوات. يعني امبابي بيقول انه قبل كل جلسه بيصير دائما في نوع من انواع الشوشره. الشوشره بتبقى حاجة سبحان الله يعني بيقول. الشوشره في اطار الكوره وارد تحدث، وارد يكون في امور الكوره، ولكن هل يعني هل نادي باريس سان جيرمان بادارته بنصر الخليفي تستطيع تحريك المدعي العام السويدي وتحريك البوليس السويدي واتهامات زي دي في دوله اوروبيه اخرى مشهور عنها ان هي دوله فيها عداله؟ اعتقد ان ده بعيد تماما، يعني خارج عن اطار العقل بصراحه. طيب الان يعني حتى لو طلع انه خلينا نقول انه الموضوع يعني مو حقيقي او حقيقي، يعني على بال ما تتضح الصوره، هو الآن سمعته يعني خلاص يعني تعبانة جدا، بيعاني الآن. أكيد أي اتهامات زي دي بتبقى فيها مشاكل بالنسبة للاعب، ولكن هي لم يثبت أي شيء على اللاعب بأي شكل من الأشكال. أيوة. وكيليان مبابي ملوش في هذا الأمر سوابق من قبل، كنا بنسمع أن في بعض اللاعبين أو المشاهير أو المطربين أو المغنيين لهم سوابق في التحرش الجنسي، لهم سوابق في الاغتصاب، والبوليس بيمارس عليهم مراقبة بصفة دايمة، وحدث هذا ايضا في باريس نفسها بدون ذكر اسماء، ولكن كيليان مبابي ما عندوش هذا الامر، يعني ما عندوش سوابق في هذا الموضوع، لذلك انا اميل لعدم التصديق، واميل ايضا ان مبابي مش هو الشخص المقصود بهذا الاتهام، وان كان العداله موجوده والمحكمه موجوده وهي اللي هتحدد ان كانت اتهامات صحيحه ام لا. طيب محمد، يعني في نفس الوقت اللي بتقول انت مثلا انه في مثلا تعاطف شعبي معه او عدم تصديق لانه هو ممكن يعمل هذا الشيء، ايضا في خلينا نقول جدل وغضب عن موضوع المنتخب، وانه الكلام اللي قيل انه لا تجيبوني في المنتخب الا لما يكون عندكم شيء ثقيل او مباراه ثقيله، المباريات دي اللي ما تجيب همها لا تطلبوني. يعني نفس بقى الجزء الاولاني عن في القصه عن الجزء الثاني، في الجزء الثاني هناك ادانه واضحه لكيليان مبابي، هناك غضب من الشارع الفرنسي بشكل واضح جدا، هناك حديث عن انك لست اكبر من الدوله الفرنسيه والمنتخب الفرنسي، المنتخب الفرنسي الذي مر عليه اساطير في كره القدم سواء عاصروك او لم يعاصروك، لم تكن انت اللاعب الاهم في المنتخب الفرنسي في تاريخه، او حتى في الفتره المهمه، حتى في فتره الفوز بكاس العالم الذي كان في روسيا لم يكن مبابي هو النجم الأول، بل كان جريزمان هو النجم الأول، فلذلك الجميع يتحدث عن أن لا أحد أكبر من المنتخب، والجميع يطالب ديشامب أنه يستبعد كيليان مبابي حتى في المباريات المهمة إذا لم يرتدع ويعود مرة أخرى للمنتخب الفرنسي. يرى أيضا أن ديشامب تعامل برقة مبالغ فيها مع كيليان مبابي، عكس ما كان يحدث مع كريم بنزيما، عكس ما كان يحدث مع بعض اللاعبين الآخرين، وهنا بين قوسين نرى بعض العنصرية، أو يعني الناس هم اللي بتقول الكلام ده، الشعب بيقول الكلام ده، بعض الصحف بتؤكد هذا الكلام، أن هناك عنصرية مبطنة من ديشامب تجاه بعض اللاعبين ومحاباة للاعبين آخرين ودلع أو رقة بالنسبه لكيليان مبابي. اعتقد انه مخطئ في هذا الامر، ولن يقبل اي احد في العالم على نفسه كمدير فني ان يسمح للاعب ان يتحكم، يختار المباريات التي يلعب فيها ويختار المباريات التي لا تروق له. اي طيب، نحن بنشكرك على هذه المداخله، كان معنا من باريس الصحفي الرياضي محمد مندور. يعني القصة اللي حقول لكم هي الآن فعلا يعني بينطبق عليها أنه مقولة أنه ما جاء يومه لسه. يعني ففي رجل روسي عمره 46 سنة تاه في البحر 67 يوم وأنقذه.
كوشكو ني متاكي но они хоть в этих жилетах хоть они нормально видишь вот с бака кидает опа держи а якорь не сможешь да отцепить не надо не надо не надо не ну пока не надо отрезать надо лодку привязать а он, потом отрезать он там один да все, у тебя уже или два их. الرجل اسمه ميخائيل وطلع في أغسطس مع أخوه اللي عمره 49 وابن أخوه اللي عمره 15 سنة في قارب مطاطي برحلة استكشافية علشان يشوفوا الحيتان في جزر أخوستك وانفقد الاتصال معهم في 9 أغسطس ومن وقتها الأمس فشلت كل فرق الإنقاذ في أنها تحدد موعدهم أو موقعهم عفوا. ميخائيل قال أنه محرك القارب تعطل خلال الرحلة وما كان معهم غير شوية أكل يعني حصة غذائية صغيرة و16 لتر ماء تقريبا. صمدوا شوية لكن بعدين أخوه وابن أخوه ماتوا قدامه. ما نعرف لو هو يعني من الجوع أو العطش أو البرد كون البحر اللي تاهوا فيه يعني هو أبرد بحر في شرق آسيا ومعروف بالعواصف. ومن بعد ما ماتوا ربط ميخائيل جثثهم بالقارب علشان ما يجرفهم البحر. يعني متخيلين الموقف يعني شيء صعب يعني بشع يعني. المهم بعد 67 يوم في طاقم سفينة صيد طلع على الرادار الخاص فيهم قارب كده في الأول فكروا أنه يعني عوامة أو قطعة خردة بعدين وقت ما اقتربوا شافوا القارب وانصدموا باللي شافوه أنه في جثتين وفي رجل هزيل جدا فالرجل فقد نصف وزنه خلال الرحلة وما حد يعرف كيف قدر يتحمل يعني مكتوب له العمر يعني أنه يعيشه يعني وتم نقله بعدين للمستشفى وقال الطبيب المختص أنه تم إجراء الفحوصات اللازمة له وأنه بيعاني من انخفاض درجة حرارة جسمه وحالته مستقرة. في حالة طوارئ شهدها الشاطئ في مدينة سيدني الأسترالية والسبب كرات سوداء ظهرت على الشاطئ فجأة ومو معروف إيش هي ولا من فين. مثل ما شفتوا مئات من الكرات السوداء اللي مو معروف إيش هي جرفتها المياه على الشاطئ وحجمها مو صغير يعني كمان عفواً. وهذا الموضوع طبعاً خلى السلطات الأسترالية تعرفوا دقيقة بس يعني أحتاج أشرب علشان يعني يطلع الكلام واضح. طيب خلينا نرجع للخبر عندنا. خلينا اللي صار طبعا هذا خلى السلطات الأسترالية تستنفر وأرسلت موظفين من قسم البيئة اللي في مجلس مدينة راندويك علشان يجمعوا عينات ويرسلوها للفحص. وفي بيان مفصل أعلن مجلس المدينة عن إغلاق الشاطئ حتى إشعار آخر وأصدر تنبيه للناس بعدم لمسها أو الاقتراب من هذه الكريات. وقال المجلس إنه هذه الكريات ممكن تكون كرات قطران نتيجة تسرب نفطي. رئيس البلدية بدوره قال إنه هذه الظاهرة أول مرة تصير عندهم وإنه هذه الكريات أو تشكلت على الأغلب نتيجة تسرب نفطي لما كده يتلامس حطام مع الماء والنفط والزيت. Look, this is the first time that an incident such as this that we're aware of has happened in the Randwick Council area. The advice that I've received is that when you get these spherical brown tarry-like balls washing up, it generally is the product of an oil spill or an oil seepage. It is very rare, but beaches do close from time to time for a range of different reasons, water pollution, large storm events and the like. We've taken the precaution to close the beach and hopefully we'll be able to have it open soon.
بعدها وفي مدينة راندويك أعلن عن إغلاق شاطئ آخر وهو جوردنز باي بيتش بعد ما عثروا على كرات سوداء مماثلة هناك، وأكدوا أنهم بيشتغلوا بشكل وثيق مع وكالة حماية البيئة لحل المشكلة. أهلا من جديد. الملياردير إيلون ماسك مو غريب طبعا أنه تكون حوله الانتقادات، ولا جديد أنه يكون حوله جدل، بس هذه المرة الجدل والانتقادات لسبب مختلف تماما عن السياسة أو المنصات. اليوم الجدل والانتقادات بتتعلق بالتشكيك بإنجاز من إنجازاته، وهو روبوتات تسلا اللي أعلن عنها الأسبوع الماضي، واللي من وقتها لليوم جلسين بنشوف جدل حولها وصل لحد التشكيك في مصداقيته لماسك وشفافية الشركة. فخلال حدث وي روبوت اللي تم بثه مباشرة على حسابات تسلا، تم الإعلان عن 3 نماذج جديدة من صناعة الشركة. الأول كان حافلة كهربائية ذاتية القيادة، الثاني كان سيارة تاكسي بمقعدين ذاتية القيادة، والثالث كان الروبوتات البشرية أوبتيموس. طيب ليش الجدل صار؟ الجدل صار أول شيء بسبب التصميمات اللي في كثير من الناس شايفين أنها مسروقة من أفلام الخيال العلمي، وحتى المخرج أليكس برويس اللي هو أخرج فيلم روبوت صخر من آي روبوت، عفواً اسم الفيلم، أخرج فيلم آي روبوت، هو كمان المخرج صخر وانتقد إيلون ماسك ونشر بوست طلب من ماسك أنه رجع لي التصاميم، إعادة التصاميم له، ونشر صورة علشان يقارن بين تصميمات ماسك وتصميمات الفيلم زي ما هو ظاهر الآن على الشاشة. الشيء الثاني اللي انتقدوا ماسك عليه هو التاكسي اللي بمقعدين بس، وقالوا كثير انه التكاسي يعني معروف لازم تكون كبيرة، فكيف تاكسي بمقعدين يعني. وفي منهم كمان رجع لقصص ومشاكل سيارات تسلا من ناحية القيادة الذاتية، واللي في كثير بيقولوا انه عملاء تسلا تم خداعهم في هذه النقطة، وانه في كثير حوادث صارت بسبب هذا الشيء. اما الشيء الثالث وهذا عاد اللي عامل جدل كبير وانتقادات واسعة حول ماسك، هو الروبوتات البشرية أوبتيموس اللي تم الكشف عنها، واللي زي مو شايفين يعني بيقدموا الطعام والشراب، بيتكلموا، بيسلموا، بيرقصوا، وقال ماسك انه يعني حتى حتكون قادرة على رعاية الأطفال وقص العشب وإحضار الأغراض والتنظيف وغيرها، بالمختصر حتعمل كل شيء. هنا عاد كثير من الناس وحتى الخبراء قالوا انه هذه الروبوتات مو حقيقيه، وانه كان بيتم التحكم فيها عن بعد، يعني مو الحاله جالسه بتعمل كل هذه الاشياء. وبدات الاتهامات له بانه جالس بيحاول يلمع شركه تسلا ويحسس الناس وكانها حتكون اساس مستقبل التكنولوجيا. وعلى فكره حتى في داخل تسلا في مستثمرين كمان جالسين بينتقدوا اللي صار من بعد ما نزلت اسهم تسلا 8% وقدرت خسائر ماسك بعشرات المليارات من الدولار، طبعا بسبب عدم القدره على اقناع الناس بالمنتجات الجديده وبسبب الانتقادات الواسعه. احنا معانا من الرياض المختص في الشؤون التقنيه رولاند أبي نجم، أهلا فيك معنا. خلينا نبتدي من موضوع الروبوتات، يعني بما أنه أكثر شيء كمان يعني كان حماسي، يعني صراحة يعني كلنا لما شفنا هذه الروبوتات حسينا أنه إحنا نبغاها يعني فعليا في حياتنا. يعني قد إيش تتفق مع الكلام اللي بيقال أنه قد تكون فعلا بيتم التحكم فيها من عن بعد؟ أول شيء مساء الخير لك سارة ومساء الخير لك المشاهدين.
الأكيد إنه إيلون ماسك شخص ذكي كتير ودائما بيشتغل على موضوع الماركتينج والأدفرتايزنج والتسويق، وموضوع إذا بدي غش الرأي العام بقدرات الذكاء الاصطناعي، كلنا بنعرف قد إيه قدرات الذكاء الاصطناعي والذكاء الاصطناعي شيء كتير قوي عن سوون، بس المشكلة إنه ثلاث أرباع العالم ما بتعرف شو بيقدر يعمل الذكاء الاصطناعي وشو ما بيقدر. شفنا قبل مرة جوجل عم عملوا تسويق لأحد برامج الذكاء الاصطناعي تبعولهم، غشوا العالم بحملات التسويق، طلع إنه الذكاء الاصطناعي ما بيقدر يعمل اللي كانوا هن عم يسوقوا له، وطلع الفيديو مركب ومنتج. نفس الشيء هون بهذا الموضوع، اذا بنشوف كل شيء اللي حضرتك ذكرتيه هلا بالتقرير، بنشوف انه ايلون ماسك استقصد يكون سارق الديزاين تبع فيلم اي روبوت، تيجي يقول للعالم مثل ما قبل كنا نشوف بافلام 007 انه السياره بتمشي لحالها والساعه بنقدر نحكي فيها وهيك، سو نحن هلا نفس الشيء كنا عم نشوفه باي روبوت هلا صار حقيقه او واقع، فكان عم جرب يقرب الصوره للعالم تيجي يقول لهم انه هذا الشيء موجود. بس الاكيد فينا نحكي من هلا لبكره عن هول المواضيع ونقول قد ايه في مخاطر كثير كبيره لالهم، بكره اذا سياره تسلا عملت حادث خبصت ولد، مين بيتحمل مسؤوليه؟ بكره بمحلات لما بيكون نحن بيكون كهيومن كاشخاص كبشر بناخذ قرارات مختلفه بنفس اللحظه ولو انه نحن بشر، فبكره السياره على اي اساس رح تاخذ قرارات توقف او تكمل، تاذي العالم اللي بقلبها او تاذي العالم اللي برا، قد ايه معقول يكون خطا البشر بالبرمجيات تبعولهم يؤدي لمشاكل، فكل هالاسئله بعد ما في اجوبه عليها. ايوه طيب، هذه طبعا اسئله مشروعه يعني ومطروحه من زمان يعني بخصوص اي شيء يتعلق بهذه الاشياء اللي حتكون يعني في حياتنا يعني هي جايه لا محاله يعني، بس لما نتكلم انه اتهامات بهذا الحجم لشخص زي إيلون ماسك يعني كبير يعني الموضوع، هل هو بحاجة أنه مثلا يجيب روبوتات ويقول هذه الروبوتات موجودة في حين أنه جالس بيحركها من غرفة التحكم مثلا؟ صراحة هذا الاتهام لإيلون ماسك منه للأول ولا الأخير، يعني كلنا بنعرف إيلون ماسك عليه دعاوى سابقة بموضوع التلاعب يضبط الأشياء اللي عليها بأسهم تبع تسلا، كلنا بنعرف تلاعب إيلون ماسك بالعالم بموضوع العملات المشفرة وغيرها لما قال لكل العالم انه البيتكوين اذا معك بيتكوين فيك تشتري. ايوه بس هذه كلها اشياء لها علاقه بالبزنس، احنا هنا بنتكلم عن شيء له علاقه بالهندسه والانجينيرنج والتطوير التكنولوجي والاشياء اللي هو مؤمن فيها فعليا يعني. لا لا ما هو برجع بقول لك ما حتى هذا بزنس، ما هو ليه عم يسوق له بهالطريقه؟ عم يسوق بهالطريقه تيقدر يزيد المبيعات تبع تسلا ويقدر يبيع المبيعات هول الروبوت، بس أوكي. هو كمان ما ننسى شغله تنكون كثير واعيين، هو اعلن انه هول الروبوتات هلا بعدهم ما انه كوميرشال، قالوا بال 2025 رح يبلشوا بطريقه سوفت يكون عندنا هول الروبوتات وتيصيروا كوميرشال بطريقه اجريسيف بال 2026 يعني إيه يوصلوا للناس. ايه 100% إذا عندك فترة سنة ونص رح يكون عمل ديفلوبمنت أكثر للذكاء الاصطناعي، هو قال من فترة إنه صار عنده أهم إذا بدك الكمبيوتينج باور السيرفرات من وراء التشيب اللي عم يجيبها تتقدر تعالج بيانات بشكل كتير كبير، وهلا صار في عنده سوبر كمبيوتر وبعد ثلاثة أشهر رح عنده سوبر كمبيوتر بأسرع وهيك، فهو بالنسبة له عم يجرب يسوق حاله إنه I'm the only one بالماركت، أنا الوحيد بالماركت عندي هذا التكنولوجي. أيوه. تبلش العالم تتعود على الفكرة ومع الوقت بيكون عمل adaptation وطور هيدا يمكن تصير قريبة بالطريقة اللي تسوق له. يعني أنت تعتقد إنه إيلون ماسك شخص يعني خلينا نقول مبالغ فيه أو هو بيحاول يبالغ في الترويج لنفسه وإنجازاته؟ أكيد ما في شك إنه كل العالم تعرف إنجازات إيلون ماسك، كان بموضوع نيورولينك، كان بموضوع ستارلينك، كان بموضوع تسلا وغيرها، بس كمان بمحل معين إيلون ماسك بجرب يظهر الأشياء اللي عم بيعملها بأكبر بكتير من ما هي قيمتها الفعلية. يعني برجع بقول الموضوع الروبوتات يلي هلا عم نشوفهم هن بالنهاية لما بنحكي روبوت إن كان سيارة ولا هيومن لايك روبوت مثل الإنسان ولا كذا، هو بالنهاية هاردوير ديفايس في بقلبه سوفتوير، في بقلبه برامج ذكاء اصطناعي تقدر تعمل ديتكشن للانفايرمنت تبعولها، يعني حتى الروبوت اللي انعمل هو مرتكز على نفس الاي اي تكنولوجي الموجوده بتسلا، بس طالما انا قدرت عملت سياره بتمشي بقدر اعمل انسان عم يمشي. أيه. عم يجربوا يقلدوا المفاصل تبعول هذا الانسان كيف بيتحرك وكذا تيكون قريب مثل الانسان، اذا بنجي نطلع هلا تشات جي بي تي بالفتره أيوه. اللي بيحكي كتير قريب على الإنسان، فإذا بيش بحطه بروبوت رح يكون عم يعمل نفس الشيء ويمكن أفضل. إيه. يعني هو واقعياً يعني بسبب الإنجازات اللي عملها لما يجي يتكلم عن إنجازات أخرى غالباً الناس حتصدقه لأنه عنده أشياء عملها، فلو بالغ أو تكلم عن شيء تاني حتصدق الناس صراحة يعني لأنه
عمل أشياء قبل كده. فعلى العموم حنشوف يعني إيش يصير في الأيام الجاية، ويمكن كمان نشوف حيلحق 2026 ولا زي بعض مشاريعه الثانية اضطر يأجل فيها شوية. بنشكرك، كان معنا من الرياض المختص بالشؤون التقنية رولاند أبي نجم. بعد نص ساعة رح يكون عشاق رياضة، أو الآن تحديداً خلينا نقول لا أيوة الآن خلاص صار عشاق رياضة التنس، يعني على موعد مع انطلاق أولى مباريات بطولة سيكس كينجز سلام واللي حتقام في ذا فنيو بالرياض. البطولة جزء من الأحداث الرياضية لموسم الرياض 2024 اللي انطلق من أيام، وحتكون بمثابة عرض رياضي ما له مثيل فعليا، لأنه حيضم 6 من ملوك اللعبة اللي حيتنافسوا في البطولة الودية المستمرة 3 أيام. اللاعبين احنا بنتكلم الأساطير المخضرمين يعني نادال جوكوفيتش، ومن الشباب الأبطال بنتكلم سينر الكراز ميدفيديف روني، فكل هذول حيكونوا موجودين في هذه البطولة. جوائز البطولة رح تكون الأغلى في تاريخ اللعبة كمان وعلى مستوى العالم بإجمالي 12 مليون دولار، وحتتوزع على المتنافسين 6 ملايين دولار للمركز الأول، 3 ملايين للمركز الثاني، 2 مليون للثالث، و1 مليون للرابع. احنا معانا من هناك مراسل العربية نايف الثقيل، اهلا فيك معانا يا نايف، كيف الاجواء عندك؟ اهلا ساره، احنا الان موجودين في منطقة الفان زون الرئيسية. ايوه، باقي تقريبا نص ساعة ويسمح بفتح البوابات الى داخل الصالة. بطلب من زميلي المصور انه ياخذ جولة، شايف العدد الكبير اللي حاضر اليوم. أيه. لحضور المواجهتين المؤهلة لنصف النهائي، جمهور متنوع، أجانب، سعوديين، شباب، كبار، مثل ما ذكرتي سارة، يعني هذا حدث ما له مثيل نهائيا. أبنى. كل ملوك رياضة التنس موجودين وبيتنافسون، فالكل مختلف الاهتمامات موجود، ويمكن اعتزال نادال وان هذه يعني البطوله قبل الاخيره له. نعم. خلت بعد عدد كبير من محبيه من خارج السعوديه يحضرون ويحصون انهم يكونون متواجدين في هذه البطوله. ايه، طب لو تشرح لنا بس نايف للي ما يعرفوا عن البطوله هذه، كيف راح تمشي البطوله؟ طبعا صار البطولة بتلعب على مدى 4 أيام أو مدتها 4 أيام، لكن نزال المنافسات بتكون على 3 أيام. اليوم بيكون فيه التصفيات النهائية. التصفيات النهائية المواجهة الأولى بتكون بين ميدفيديف وسينر، والمواجهة الثانية بتكون بين روني والكاراز. الفائز من المواجهتين يتأهلون إلى نصف النهائي. نصف النهائي بيقام بكرة في نفس المكان، وبيكون المواجهة طبعا القوية بتكون مع نوفاك ونادال، واللي يفوز من النصف النهائي بتكون المواجهة الأهم والأبرز، بتكون يوم السبت إن شاء الله. يوم الجمعة بتكون فترة توقف ومهلة للمتنافسين على النهائي، راحة، ويوم السبت بيكون النهائي. دائما في البطولات سارة لما يكون في مشاركين مستوياتهم متفاوتة، تلقين الشغف والاهتمام ما يكون إلا في النهائي، بس مثل ما ذكرتي أنت ومثل ما الإعلان أنهم هم الملوك الستة، فالشغف والاهتمام والحضور الجماهيري مثل ما شفنا موجود من أول مواجهة من المواجهات التصفيات النهائية، وهذا اللي يميز دائما موسم الرياض، أنه إذا أقام فعالية رياضية دائما هو يخلق تجربة أعلى وتجربة أفضل وشيء مختلف ما صار في أي مكان في العالم. صحيح. وبالله يعني نايف، كيف يعني إيش رأيك كده في يعني إحساس نادال وجوكوفيتش أنه يعني خلوهم هدول يلعبوا في أول يوم اللي هم أبطال في اللعبة، واللي يفوز يجي يلعب معانا بعدين، يعني رهيب الإحساس. رهيب الإحساس، ويعطيهم بالعكس فرصة أنهم يشوفون المنافسين، أداء المنافسين وكيف التكنيك حق المنافسين، وأصلاً يعني نادال وميدفيديف ما وصلوا إلى هالمرحلة إلا من جهد. إيه قصدك نادال وجوكوفيتش؟ نادال ونوفاك. إيه
نوفاك عفوا. ايوه اي. فما وصلوا الى هالمرحله الا بعد تعب، وامس شفنا لقاء نادال مع العربيه كيف صح. كيف المواقف الصعبه اللي واجهها حتى وصل الى هذه المرحله. ان شاء الله يوما وانت نعيش التجربه ذي ساره، نكون احنا ننتظر الناس صح يعني يلعبوا وبعدين يجونا. بس يعني اذا حنقعد ننتظر ايش الرياضه اللي حنلعبها؟ يمكن ركوب الخيل هي اللي الاعمار فيها يكون كبيره، ولا ايش كمان؟ حلو الموضوع الاعمار، لانه ما كان خادمنا في رياضات الكترونيه. لا ومو بس كذا يعني في التنس وفي الرياضه كره القدم وكذا ما حنقدر يعني خلاص يعني الاعمار يعني خلاص. احنا المفروض نكون في مرحله الاعتزال يمكن الان، او انت على الاقل في مرحله الاعتزال مو انا. يلا بمشيها لك. ممكن انا ممكن وانا شايل بس ادخل ادخل الصاله يجيني شد عضلي، وانا ما بعد بديت اصلا للحين. ايوه لسه هذا بتقول يا هادي يعني. طيب نايف يعني ما شاء الله حوالينك في الناس، ويبدو كمان انه اصلا هو المكان قريب من كل الفعاليات صح؟ يعني سارة خليني اطلب من زميلي المصور. أيوة. ممكن تشوفين جنسيات يعني مختلفة، بتجول أنا وياه إذا في الوقت يسمح. يلا تجول معنا. جنسيات كيف مختلفة موجودة يعني هذه المنطقة سارة دائما يعني مثل ما قلت أنت، هي موجودة وسط يعني في منطقة الفعاليات جنب أيوة. البوليفارد وورد والبوليفارد سيتي وجنب المملكة أرينا. الوصول لها سهل جدا، ممكن حتى تخلص التنس وممكن أنت تروح بعد تلحق أنك تشوف الفعاليات اللي موجودة في البوليفارد وورد، وهذه ميزة التواجد هنا. أنت تشوفين يعني عدد كبير من الجماهير، مع أنه بدأ تقريبا فتح الصالة للدخول، لكن تشوفين يعني قدامنا كيف الأجانب مختلف الأعمار، بعضهم عاملين موجودين في السعودية مقيمين، وبعضهم حضروا خصيصا للفعالية. على فكرة هذا زون واحد من أكثر من زون سارة موجود في محيط الملعب، وفي أماكن لالتقاط الذكريات. ممكن قدام هناك تشوفين شعار البطولة، في مجموعة قاعدة تتصور قدامها، هنا الكرسي اللي تشوفينه حق البطل. ممكن هذا حدي أنا وأنت نجلس وناخذ صورة على يسارة. قال نعطي نفسنا البطولة من بدري، واللي يعني على الأقل جلسنا على الكرسي يعني. والله جميلة، لو داعي عنا سارة طلعت اللايف من هنا وأنا جالس. شفت لو كنت تدري. اي والله كانت يلا خلاص مو مشكلة الفرص الجاية يعني يلا قوم اهو دحين فرصتك الآن قام. لا بيطلعوا الناس بتطلع تتصور. طيب اوكي يلا نحن زحمة يا سارة زحمة يا دنيا زحمة. طيب شكرا لك، كان معنا مراسل العربية نايف الثقيل، شكرا لك. في حديقة بحرية في مدينة شنزن الصينية كان صار لهم 5 سنين بيعملوا لها إعادة ترميم وتجديد، وافتتحت أول أكتوبر يعني من أسبوعين تقريبا. الحديقة اللي مساحتها 645 ألف قدم مربع زارها في أسبوع واحد 100 ألف زائر، وتذكرة الدخول يعني قيمتها تقريبا $40، وأغلب الزوار كانوا جايين يشوفوا سمكة القرش العملاقة اللي موجودة هناك يعني. لكن في الحقيقة هذه السمكة طلعت سمكة فيشينج وهمية، هي روبوت صراحة تم تصميمه عشان يكون عوض عن سمكة قرش حقيقية. قال يعني التزاما منهم بقانون حظر تجارة أسماك القرش. لا وقال بيلوموا على ماسك موضوع الروبوتات حقته، يعني على الأقل يعني في شيء موجود يعني. طيب مو يعني هدفهم، هم بيقولوا يعني صراحة بيقولوا أنه لا الموضوع موضوع يعني بيئة وحفاظ وحقوق حيوان والكلام هذا كله، فأنه مو هدفهم الخداع يعني لا سمح الله يعني، بس بيشرجوا الناس $40. وأكيد هذا الشيء أثار طبعا غضب العالم اللي اعتبروا أنه يعني أنتم ما قلتوا لنا الحقيقة السمكة هذه، فهذا خداع، خصوصا أنه مو أول مرة كمان تصير في الصين يعني. يعني الجماعة من فترة صبغوا الكلاب عملوهم باندا يعني من كلاب لباندا حولوهم. على العموم يعني شوفوا على الابتكار نعطيهم 10/10 بغض النظر عن الأهداف يعني.
من بعد رحلة علاجية دامت 6 شهور في ألمانيا بيعود غدا الفنان الكويتي عبد الله الرويشد للكويت من بعد تعافيه من أزمة صحية أصيب بها في فبراير. والكويت اليوم بتعيش حالة من الفرحة الكبيرة بعودة صوتها صوت الوطن اللي انتشرت صوره في كل الشوارع ترحيبا بعودته. ومن نورت الديرة برجعتك يا أبو خالد لنبي نلمك بشوق ونحضنك إلى تعال وما بقى لي يوم بغيابك يصبرني. نشرت كمان شركة روتانا عدد من وعدد من الشركات في الكويت عدد كبير من اللوحات الترحيبية في شوارع الكويت واستخدموا حتى جمل من أشهر أغاني عبد الله الرويشد. يا كثر اشتياك ما بقى في صبري باقي يا كثر اشتياك ما بقى في صبري باقي أتخيل كيف لحظات التلاقي إيه يا الكويت إيه يا الكويت إيه يا الكويت إيه يا الكويت يا حبي الأول وحب الأخير يا حبي الأول وحب الأخير يا كثر اشتياك ما بقى في صبري باقي. وبكلمات وحشت الدار يا حبيب وحشنا قلبك الطيب عبرت شركة روتانا عن فرحتها بعودته للكويت. وتفاعل الفنان عبد الله الرويشد مع حملة الترحيب الواسعة والفرحة الكبيرة ونشر بوست كتب فيه كلمات من أغنيته قبل الوصول وشكر الناس على هذه المشاعر. ومو بس كده كانت الأجواء الاحتفالية في الكويت بعودة أبو خالد فإذاعة الكويت كمان أعلنت عن بث 3 ساعات متواصلة لأغاني عبد الله الرويشد احتفالا بالمناسبة. كافيهات ومطاعم كمان أعلنوا عن تقديم ضيافة مجانية بسبب العودة. والحقيقة والأكيد أنه مو بس الكويت اللي فرحانة بعودة عبد الله الرويشد، الخليج كله فرحان بعودة عبد الله الرويشد. طبعا الله يتمم عليه الصحة والعافية ونرجع نستمتع بصوته وأغاني. مشاهدينا أنا وصلت لنهاية الحلقة، أعود وألقاكم غدا إن شاء الله في أمان الله. يا كثر اشتياك ما بقى في صبري باقي أتخيل كيف لحظات التلاقي إيه يا الكويت.